من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحزب الشعبي الجمهوري بالتعاون مع حملة كلنا معاك مؤتمراً بحضور عدد من الشخصيات العامة والحزبية وأعضاء مجلس النواب، وذلك لتمديد فترة الرئيس لمدة رئاسية جديدة. هذا المؤتمر اللي أنا شايف أنه له أهمية كبيرة جداً من خلال الحزب، أنه يبرز دور سيادة الرئيس في المرحلة الماضية، وأيضاً ما أنجزه في مشروعات قومية أو مشروعات على مستوى المحلي ومستوى القطر المصري. أيضا خلال برضو تحريك شباب الحزب ونواب الحزب الموجودين بأنهم يتبنوا في دوائرهم تحفيز الناس وتوضيح الصورة لما أنجزه رئيس في المرحلة الماضية، وأيضا أدواته في أنه هترشح لدورة رئاسة قادمة إن شاء الله. المشاركون في المؤتمر أكدوا أن الرئيس السيسي حقق كثيرا من الإنجازات منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وطالب الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة ليكمل بقية الإنجازات التي حققها. أنا مش منتمي لأي حزب من الأحزاب، أنا راجل بنكر، إنما لي دور إن أنا النهاردة طلبوا مني إن أنا أتحدث عن الإيجابيات اللي حدثت بعد القرارات والدعم من الرئيس السيسي للقرارات الجريئة اللي اتخذت في الفترة الحالية وأثمرت عن نتائج إيجابية. أنا لسه راجع من مؤتمر في واشنطن، كل المستثمرين هناك بيقولوا أهم دولة جاذبة للاستثمار النهاردة هي مصر. هي عبارة عن اشتراك وتعاون يدا بيد بين حزب الشعب الجمهوري وحملة نشطة جدا، لمسنا أنها بدأت تنشط بشكل كبير في كافة المحافظات، هي حملة كلنا معاك من أجل مصر. وضعنا أيدينا في أيدي بعضنا لكي نطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية. حزب الشعب الجمهوري منذ قرابة 4 أعوام دعا إلى ترشح المشير عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية من منطلق موضوعي الحقيقة، والآن نحن نكرر هذه الدعوة لسيادته لكي يترشح لفترة رئاسية ثانية. خلينا نكون محددين، إذا كنا بنقول الفعاليات بتطالب، طبعا هي مش بتطالب، هي بتؤكد وبتصر وبتدعم وبتقول إن ليس لدينا أي خيار آخر غير إن احنا ننشط طريق الاستقرار اللي احنا بدأناه، وبدأناه من مرحلة إن شاء الله تقارب على 4 سنوات في غضون شهور قليلة. كم اللي تحقق في خلال هذه الـ4 سنوات ليس بالقليل، وفي نفس الوقت أمامنا الكثير. هذا ويأتي المؤتمر في ظل المطالبات المستمرة والدعوات الحزبية والجماهيرية التي تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.